هناك أخطاء قد تحدث أثناء عملية اللحام. الخطيء والغير مناسب، وهذا يؤدي إلى انصهار زائد لمعدن اللحام الأساسي، بالإضافة إلى استهلاك كمية زائدة من المعدن المضاف، مما ينتج عنه خط لحام عريض لا يتلائم وسمك المعدن الذي يتم لحامه، ويكون هابطاً عن مستوى السطح، محدثاً فجوات مضيعا لكميات زائدة. إلى عدم مقدرة للتحكم في استعمال حرارة أخف من اللازم، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم انصهار المعدن الأساسي وضياع وقت كبير لإنجاز خط اللحام المطلوب. وفيما لو أنجز ذلك الخط فسيكون رديئا جدا لعدم الانصهار الكافي لذلك المعدن، بالإضافة إلى عدم اندماج المعدن الإضافي بالمعدن الأساسي وفقدان كمية من الحرارة والغازات دون الاستفادة منها. وكما ترى فإن بؤرة الانصهار غير واضحة تماما وغير مناسبة، نتيجة لعدم توفر كمية الحرارة المطلوبة. لذا يجب في هذه الحالة إما زيادة الحرارة بما يتناسب والمعدن أو تغيير رأس اللحام. وهناك أسباب أخرى
قريبا من سطح المعدن، مما يؤدي إلى خط لحام رديء وسرعة اتساخ سطح رأس اللحام نتيجة لالتصاق ذرات المعدن المنصهرة والمتطايرة بفوهة رأس اللحام، والذي يحتاج إلى تنظيفه باستمرار، مما يساعد على سرعة تلفه، وكذلك حدوث فرقع عند طرف الرأس يصاحبها اشتعال خلفي بالمشعل قد يهدد بانفجاره مع الليات إذا لم يتم علاج الأمر بسرعة شديدة.